لتسليط الضوء أكثر على على الوضع المعيشي للسوريين واستغلال إيران فقر البعض في تخويلهم أو تحويلهم إلى المذهب الشيعي حسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. حياكم الله أخي الحبيب. بحسب الأمم المتحدة أن 60% من الأسر السورية اللاجئة في العراق خفضت مستوى استهلاكها الغذائي، كيف ترى أوضاع اللاجئين والنازحين في الداخل وباقي دول العالم؟ ما تعرض له الشعب السوري من آهات ومن نكبات لم يتعرض له شعب في العالم، لأنه واجه معتدين وديكتاتوريين ومجرمين يستبيحون الأرض والعباد بمسوغات دينية باطلة. وكأنهم عندما يرفعون شعارات يا لثارات الحسين والحسين رضي الله عنه براء من هذه الشرذمة المجرمة، الحسين قام ضد الاستبداد، بينما هؤلاء الجحافل الفارسية ومن تبعهم هؤلاء هم مساندون للظلم والاستبداد. فالحسين هو حسيننا، حسين أهل السنة والجماعة. طيب. المعتدلون، نعم، الإيرانيون وأذنابهم استغلوا الفقر وأيضا عوامل أخرى غير الفقر، الضغط الأمني، يعني المواطن السوري في دمشق وحلب ودير الزور والبوكمال وغيره معرض للإهانة والاعتقال في كل لحظة، لا توجد له فرص وظيفية ولا فرص عمل، مهدد بأمنه، مهدد بعرضه، مهدد بأن يخرج من بيته. طيب أستاذ صالح، أنت تقول أن الإيرانيين استغلوا الفقر، يعني كيف استغلوا هذا الأمر؟ هل صحيح أنهم يحاولون تحويل الناس إلى المذهب الشيعي بحسب ما نقلته مجلة فورين بوليسي الأمريكية؟ نعم، أنا أقول أن عوامل التشيع الحديث في سوريا هم استغلوا الفقر وبدأوا بالتبشير وأسسوا معاهد دينية، وأيضا فوق هذا من عوامل التشيع الضغط الأمني، بمعنى أنك بتترك مذهب أهل السنة والجماعة وتذهب إلى الدين الشيعي الجديد الفارسي فإنك في مأمن من طغيان الأسد وأعوانه. يعني عوامل حماية، الإنسان مو شاعر بالطمأنينة لا على عرضه ولا على أرضه، يلجأ ويتشيع ويتظاهر بالتشيع، ويعرف هؤلاء الشيعة أن هؤلاء يتظاهرون بالتشيع لكن مراهنتهم على الأطفال والمراهقين، هؤلاء لأنهم يأخذونهم إلى أماكن تربية خاصة ونزل ومساكن خاصة وجامعات. ولا تنسى أبدا قضية النساء والمتعة، هؤلاء الذين الأراذل الذين يعبثون بعرض المسلمين أصبح نكاح. طيب أستاذ صالح، ما هي الآثار التي تترتب للشباب المراهقين أيضا؟ ما هي الآثار التي تترتب نتيجة هذا التغيير المذهبي والديمغرافي في سوريا اليوم؟ الآثار الأساسية أنه لم يعد هناك نسيجا وطنيا قويا، إذا وخاصة إذا استمر الاحتلال الفارسي لمنطقتنا. لا، ضرب النسيج الوطني عندما يضعون بؤر أفغانية هنا وباكستانية هناك وفارسية هناك، وأيضا أحدثوا الفتنة والشرخ بين المجتمع العربي في سوريا، بحيث أن سابقا لم نكن نعرف والله هذا شيعي وسني ونتحارب مع بعض. هؤلاء الفرس الأراذل ضحكوا على الشيعة في لبنان وحتى في العراق وفي سوريا، وبدأوا يفتنون أكثرهم ضد أهل السنة، مع أنهم ربما تكون من عشائر واحدة وهناك قرابة وأرحام. فلذلك ندائي إلى الشيعة العرب، إياكم والانجرار وراء الديانة الفارسية المزدكية الكورشية، هذول أتباع مزدك وكورش ليسوا أتباع سيدنا الحسين رضي الله عنه. نحن كلنا نحب الحسين، هؤلاء بعيدين عن الحسين وبعيدين عن سيدنا جعفر الصادق وبعيدين عن الإمام علي، والله إنهم أعداء الحسين وأعداء علي، هؤلاء مجرمون يريدون أن يوقعوكم في الدماء. من اسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.